تاني I can follow instructions. ده الدرس الايه؟ التالت. احنا عارفين ان المنهج عندنا مقسم الى اجزاء، محاور معينه في الانجليش، لايف سكيلز مهارات حياتيه، ازاي اقدر اتعامل في الفصل، اتعامل في البيت، اتعامل في المكتبه، اتعامل في الشارع، اروح اشتري حاجه، وعندي جزء جرامر، وده جوه المنهج ومش ليه دروس خاصه لوحدها غير المنهج القديم. المنهج القديم تقلب الصفحه تلاقي يقول لك مثلا فيرب تو بي وشرحه، لا هو هنا جايب لي المنهج جوه او الجرامر جوه الدروس زي الاجانب بيعملوا بالظبط. الجزء الثالث بيتكلم عن الساينس اللي هو ايه؟ اللي هو العلوم زي الالوان، زي الشمس بتغرب بتشرق، الاشجار، الحاجات دي. الجزء الرابع بيتكلم عن الماث برضو او الحساب، نربط الدرس باللي احنا بناخده في الرياضيات او الحساب. الجزء الخامس بيتكلم عن فونكس او صوتيات اللي هي في سنه رابعه هتبقى دروس اساسيه برونسيشن. والجزء اللي بعد كده في سنه اولى على استحياء سوشيال ستادز دراسات اجتماعيه اللي هي تبقى في ثانيه وثالثه لها دروس اساسيه في اللغه الانجليزيه. وده بيدخلنا في دايره كامله ان انا وانا بشرح المواد كلها قدامي، فالطفل ياخد شويه علوم شويه دراسات شويه رياضه شويه عربي شويه انجلش، وده كله يرجع يتكرر في العربي وفي الماث وفي الساينس. فالطفل دايما في كل حصص دايره دماغه شغاله شغاله وبيربط الدروس ببعضها ما يركنش، وده حاجه مهمه جدا جدا في المنهج الجديد. طيب هنا بيقول لي ليسن 3 بيقول لي لايف كلمه حياه، سكيلز مهارات حياتيه. هنا بيقول لي I can follow instructions. I انا can استطيع follow اتباع ان شرط I الاس مع التي مع الار مع اليو سترا شرط يو ان سترا والتي I او ان بتعمل صوت الشا ساوند يبقى instruction. طبعا الكلمه طويله جدا 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 لكن انت انا حاسس ان الكلمه طلعت كده مش عارف ما تبانش ان على الشاشه. ما علينا شكلها وحش جدا يا راح حبيبتي ده ايه؟ I can follow instruction يعني ايه؟ ان والاس مع التي مع الار struck والتي اي او ان بتعمل اه خدناها في كورس الفونكس وكلنا عارفين ان كلمه instructions معناها تعليمات. اوعى تدخل على كلمه تقيله زي كده غير ما تقسمها الاي مع الان ان والاس والتي مع الار سترا شورت يو ستراك ستراك والتي اي او بتعمل صوت الشا ساوند زي الاس اتش بالظبط يبقى انستراكشن على بعضها انستراكشن وهي جامعه اصلا انستراكشنز التعليمات. يعني ايه التعليمات؟ دخلت الفصل الكلاس بتاعي المس بتقول لي اوبن يور باج اوبن يور بوك كلوز يور بوك تمام افتح كتابك اقفل كتابك بوت ضاع ده كله هنعرفه النهارده وهنقوله في فيديو صغير كده في الواجبات ان شاء الله. اول حاجه عندي بيقول لي listen and do. listen and do يعني اسمع واعمل، دي كلها اساليب ايه؟ امر. listen استمع and we do افعل اعمل زي ما انا هقول لك بالظبط. اللي تسمعه مني طبقه. دي معناها I can follow instructions. انا استطيع ان اتبع التعليمات. لما حد يقول لي اول حاجه عندي open your bag. open your bag يعني افتح شنطتك. open your بتاعتك انت. book ولا bag؟ bag شنطتك. open your bag. طبعا your bag شنطتك. my bag شنطتي. his bag شنطته. her bag شنطتها. طيب ثاني حاجه عندي close your bag. close اقفل يور باك. خد بالك انت عندك اي جمله لازم تبدا بفعل، لازم يكون فيها فاعل. ايه هو الفعل؟ اللي هو الضمير اي او هي او شي او ات او ذي او ذي او وي او يو او ما ينوب عنهم. يعني اي او محمد، هي او ادم، شي او حبيبه، ذي او روهندا وعمر، وي حبيبه اند مي او اند اي تمام، يو أو أحمد. خلاص؟ هنا open your bag افتح شنطتك. هنا أول ما تشوف الفعل في أول الجملة ده اسمها فعل أمر افتح، مش open معناها يفتح، ما ينفعش يفتح شنطته، لا افتح. لما تلاقي الفعل في أول الجملة يبقى ده فعل أمر، جملة أمرية
open your bag افتح شنطتك انت يور بتاعتك انت close كلمة close long O O والاس جاي من two vowels ومنطقها Z close close يعني اقفل close the door اقفل الباب close the window اقفل الشباك ينفع اقول close the TV لا TV ده جهاز جهاز الكتروني device لازم نستخدم معاه turn on او turn off اهي لو عايز تستخدمها مع ابنك في البيت turn on او turn off مثلا اقول له turn on the TV turn on the air conditioner التكييف turn off the TV turn off the air conditioner turn off the laptop turn on the laptop يبقى أجهزة الإلكترونية الديفايسز نستخدم معاها مروحة تلفزيون غسالة ثلاجة تمام يبقى turn on turn off لكن لما اقول افتح الباب اقفل الباب فده فتح غير الفتح ده جهاز ده حاجة عادية مش جهاز إلكتروني open the door close the door open the window close the window الشاهد من كلام كلمة close ليها نطقين لو نطقت الاس زي ولينا نطقناها قلنا close مش close كلوز لان الاس جايه من تو فاولز والاس لما تيجي من تو فاولز منطقها كده زي كلمه نوز روز كلوز طب لو قلتها كلوز يبقى معناها ايه؟ يبقى معناها قرب الحرف الاس بيفرق لو شفت اعلان كلوز اب اللي هو بتاع المعجون معناها كلوز اب قرب اكتر لما يكون غاسل سنانك عندك ثقه بنفسك فبتقرب من الشخص اكتر هم بيقولوها في الاعلان كلوز اب بيقولوها غلط هي اسمها كلوز هي كلوز معناها يغلق فهو بيقول ما بقوله كلوز اب هي اسمها كلوز يعني قريب لكن كلمه كلوز معناها اقفل او يقفل لو اقفل لو جت في اول ايه في اول الجمله تبقى جمله ايه امريه طيب بعد كده open your book open your book عكسها close your book طبعا دي كلها تعليمات يعني ايه تعليمات يعني حد يقول لك افتح الباب اقفل الباب افتح الشنطه اقفل الشنطه افتح الكتاب اقفل الكتاب ده instructions تعليمات لازم تتبعها يعني ما ينفعش المس يقول لك open your bag مثلا page number 25 وانت واقف ساكت ده تعليمات لازم تفتحها عشان تعمل ماما بتقول لك close the door وتسيبه مفتوح close the window وتسيبه مقفول مفتوح لا دي تعليمات لازم اتبعها تاني open your bag close your bag open your book close your book تمام ده ال lesson 3 life skills الناحية التانية بقول لي open your bag open your book say hello say hello طيب أنا مهم جدا جدا تاخد معاها كمان اللي مش موجودة بقى في الدرس اللي هي أنت عندك هي صح؟ وشي صح؟ وأنت كفاية دول ويو عشان جاي في الدرس. هي شي ات يو دي اسمها ايه كده؟ ده اسم ضمير فاعل. مين هو الفاعل يا مستر؟ الفاعل هو من قام بفعل الفعل. الشخص اللي عمل الفعل ده شرب احمد اللبن. مين اللي شرب؟ احمد. طب شلنا احمد شرب اللبن، مين اللي شرب؟ انا كده ما استفدتش حاجه وما عرفتش حاجه. لازم الجمله يكون فيها فاعل. الفاعل عندنا في اللغه الانجليزيه دلوقتي المفرد يا اما هي يا اما شي يا اما ات يا اما يو تمام طب الهي ديت حول لهز والشي هير والات اتس واليو يور دي اسمها ايه بقى دي كده ضمائر فاعل دي اسمها ضمائر ملكيه ضمائر ملكيه لازم يجي وراها الشيء المملوك يعني ايه ضمائر ملكيه؟ احنا عندنا في اللغه العربيه كتاب كتاب نكره كتابي بقى بتاعي قلم بقى قلمي بتاعي فصل فصلي بتاع ايه هو الحاجه اللي حطيتها قبل ما انسى ايه هي الحاجه اللي حطيتها خلت الملكيه او الحاجه دي تقول ملكيتها ليا كلمه الياء الملكيه كتاب بي قلمي نفس الحكايه في اللغه الانجليزيه عندنا الياء الملكيه دي ايه هي بقى هز لما اقول لك هز بوك يبقى كتابه هير بوك كتابها اتس
هات طاقيتها لو هي قطة. Your book كتابك، my book كتاب. ودول لازم تعرفهم كويس جدا جدا جدا، اسمها ضمائر الملكية، لازم يجي وراها الشيء المملوك. ليه بتقول لازم يجي وراها الشيء المملوك؟ عشان قدام ان شاء الله هناخد بعد كده ضمائر المفعول اللي بتكون اخر حاجة في الجملة. تمام؟ It's mine. It's mine، انها بتاعتي ده، بس ده حاجة تانية. خلاص؟ يبقى his book كتاب. هنا بيقول لي ايه؟ open your book، open your bag. عايز اقول افتحي شنطتك، open his bag، افتح شنطته هو، open her bag شنطتها، open your bag شنطتك انت. تمام؟ open my bag افتح شنطتي انا. تاني ضمائر الملكيه، his book كتابه، اللي هي الهاء اللي في الاخر دي، بص كده كتاب اهي، كتاب اهي، هنحط الهاء في الاخر، كتابه هي الهاء دي، كتابها هي الهاء دي، her it's her برضو، ها او ها غير العاقل لو قطه او كلب. طيب your book كتابك، كاف المخاطب، ها my book كتابي يا الملكيه. يبقى انت عارف ان his و her و its و your و my هي هي يا في العربي اللي بنحطها في الجمله، كتابي، قال مي، ادواتي، ابي، امي، طب ها قلمها، كتبها، تمام، كتب كتبه او كتبه، قلمه، هو نفس الحكايه، his book كتابه، his دي هو الضمير المتصل. تمام، her book كتابها، it's هات كتابها او طاقيتها او طاقيته لغير العاقل، حاجه غير عاقله. your book كتابك، my book كتابي، مهم جدا جدا تبدا السنه بدي لان هتلاقيها قدام معاك. خلينا في المفرد دلوقتي، لسه في there وفي our، لكن دي لضمائر الجمع، خلينا دلوقتي شويه. ها واضحه يا جماعه دي ولا عايزه تاني؟ هي مش في الدرس، وده اللي احنا بنقوله، بنضيف حاجات المنهج الجديد مش هيجيب لك الدرس صريح قواعد يقول لك اشرح دي، لا، المدرس اللي بيدخل في المنهج الحاجات دي. لكن لو هطلع اقول اللي على الكتاب بس، صدقني هتفرق جدا جدا قدام في مستوى الطفل، لان انا عارف جاي من قدام وعارف ليه هنستخدمها. فلما امهدها له دلوقتي، شايف الدرس خفيف عليه واحط له دي، هيجي قدام ان شاء الله هيكون مشرحها له المره الثانيه الدرس اساسي، هيكون بالنسبه لي انا واخدها قبل كده، دي مراجعه فتثبت على طول، فاستخدمها بسرعه في المنهج بتاعي. لو سمحت عيدها تاني. تمام، بصي يا حبيبه، احنا دلوقتي عندنا، انا عندي عربيه، فعايز اقول دي عربيه، فبقول كار، عربيه كار، دي كده عربيه نكره، يعني ايه؟ مش بتاعت حد. طب لو حطيت ياء في الاخر قلت عربيتي، عربيتي، خليها كتاب، حركت ايه شويه، كتاب، ده كتاب نكره. لكن مسحت الكتاب وقلت ايه؟ كتابي ياء الملكيه، بقى بتاعي انا. كتابي او الياء الملكيه دي في اللغه الانجليزيه معناها ايه؟ معناها ماي، كلمه بوك معناها كتاب، لما اقول ماي بوك معناها كتابي. تمام؟ سهله؟ سهل. طيب لو قلت بقى يور بوك، عايز اقول ده كتابك، ما هو احنا عندنا في العربي اما اقول بتاعي انا او بتاعه هو او بتاعها هي، صح؟ عايز اقول بتاعه هو بقى يور بوك، كتابك انت، كاف المخاطبه، انا بكلم حد، يور بوك كتابك، اوبن يور بوك افتح كتابك انت. طيب عايز اقول افتحي كتابك، او بقول لشخص معين افتح كتابها هي، هقول open her book، her book كتابها بتاعها هي الخاص بيها، يبقى كلمة her هي ياء ملكية في العربي عندنا. طيب his book كتابه هو، الهاء دي برضو هي his، يبقى عندي في اللغة العربية كتابي، كتابها، كتابه، ايه هي دي بقى؟ my book كتابي انا، بتاعي انا، your book كتابك انت، her book كتابها هي، his book كتابه هو. تمام؟ دي صفات الايه؟ الملكيه يا حبيبي، وده الدرس الايه؟ الدرس الاول. تمام؟ احنا كده تقريبا خلصنا الوحده كامله. خدنا الحصه اللي فاتت الدرس الاول والثاني، والنهارده خدنا الدرس الثالث، الوحده فيها ثلاث دروس بس ولا ايه؟ غريبه جدا، الوحده الاولى فعلا فيها ثلاث دروس.
الوحدة الأولى فيها 3 دروس. سبحان الله، أول مرة أعرف. حد عنده سؤال في الدرس ده؟